المحاضرة بقى للحقيقة المحاضرة دي أنا بتعجبني جدا، اللي هي lessons learned، يعني case study lessons learned. نحاول نعمل لكم الشير الفايل. شايفين الفايل ده؟ يا دكتور واضح. تمام. دي الفايل ده انتوا هتلاقوه 16 صفحه، متاخده من بيبر سنه 2001 منشوره في جورنال الاوشن والكوستال مانجمنت. عنوانها The Necessity of Environmental Impact Assessment EIA in Implementing Coastal Projects. Lessons learned from the Egyptian Mediterranean Coast. دي من الدكتور عمران فريحي في معهد بحوث الشواطئ. البيبر دي الحقيقه كانت من الاوائل البيبرز اللي حطت ايديها على بعض المشاكل اللي حصلت في مصر في الثمانينات والتسعينات بسبب ان ما كانش بيتعمل دراسات بيئه. قانون البيئة الحقيقة بدأ سنة قانون 4 سنة 94، قبلها ما كانش فيه دراسات بيئية بتتعمل، وكانت الكوستال ستراكشرز أي حاجة بتتعمل من غير دراسة بيئية، وبالتالي حصل مشاكل كبيرة في مشاريع كتيرة حصلت في الثمانينات وبدايات التسعينات نتيجة لعدم التطبيق الانفيرمنتال امباكت اسيسمنت على هذا النوع من المشاريع. فالهدف من المحاضرة دي ان احنا نحط ايدينا على مشاكل حصلت لبعض هذه المشاريع، ودي هتفيدنا كتير، وهتحسوا بالابلكيشنز بتاعت الكلام ده، وان الكلام النظري اللي انتوا كنتوا واخدتوه في كام المحاضره اللي فاتت ده لا، ده ليه فعلا ابلكيشن، وان الكلام ده مهم، وده هيديكوا احساس اكتر باهميه اللي انتوا بتعملوه وباهميه المشروع بتاعكوا للناس اللي دخلت برضو مشروع كوستل او هتشتغل بعد كده في اي مشاريع كوستل، حتى لو انت ما دخلتش هذا المشروع. هنيجي انا ان شاء الله هديكوا البيبر نفسها والجزء ده اللي هو الملخص بتاعها، بحيث ان انت يبقى عندك الريفرنس برضو بتاع البيبر نفسها. فادي الخريطه دي فيها مترقمه، شايفين الماوس 1 2 3 4 5 6 لغايه 13. المشاريع اللي احنا هنتكلم فيها هي دي اماكنها، من اول واحد، من اول مارينا العالمين لغايه 13 دي ناحيه العريش، فجايه واخده جزء من مارينا، جزء من قريه مارابيلا، سيدي كرير، بلطيم، فرع رشيد، فرع دمياط، مينا دمياط، والعريش. هي دي المشاكل، يعني بعض من المشاكل اللي حصلت نتيجه لعدم تطبيق الانفيرمنتال امباكت اسيسمنت، ومعظم هذه المشاريع كانت في الثمانينات والتسعينات. جاهزين معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام. طيب نيجي لاول اكزامبل. طبعا دي صور لبعض الحاجات هنرجع لها تاني، يعني انا ايه هنروح اب اند داون علشان نشرح لكم اللي حصل، وتقدروا تقروا الكلام اللي مكتوب، هتلاقوا الكلام اللي مكتوب شرح نفسه، وهيبقى عندك البيبر بقى نفسها اللي هديها لكم هيبقى فيها تفاصيل اكتر برضو، اللي منكم اللي يحب يقرا اكتر وانا اشجعكم ان انتوا تقروا. ادي مثلا اكزامبل في منطقه الحمراء ومينا الحمراء. حد فيكم راح ناحيه هناك؟
هي دي في مصر يا دكتور؟ اه دي في الطريق الساحلي هتلاقوها. ادي هتلاقوها دي الجزء ده اهو نمره واحد اهي، دي المنطقه دي مينا الحمراء قبل مارينا العالميه. هتلاقوا دي زي كده بير، او ده ادي البير اهو، علشان بيستخدم علشان للبترول، استخدامات البترول. فجم ساعتها بنتكلم في الثمانينات التسعينات، ادي المنطقه هنا نحاول نصغرها شويه اهو. جم عملوا ايه؟ ادي الحمراء بير، ده زي بير على بايلز علشان بيرثينج لبعض مراكب البترول. دي كانت هنا الحمراء اويل تيرمينال، هتلاقوها اللي منكم بيروح مارينا هتلاقوها قبل مارينا بشويه على اليمين كده، هتلاقوا في المينا دي موجوده، هي عباره عن تيرمينال يعني. قوم عملوا ايه؟ كان هنا في ريزورت، قريه سياحيه، فهم بيبنوا عملوا دومبنج للسيدمنت، ردموا في البحر. جت الطائرات البحريه، وانا عندي هنا الحته دي جايه على كليف كده، جايه الويفز اتجاهاتها طبعا مختلفه، بتيجي طبعا من الشمال واحيانا بتيجي من الشمال الشرقي. جت مع الوقت ادي السيدمنت ترانسبورت، شايفين الاسهم دي مكان الماوس، ده السيدمنت ترانسبورت جاي من الغرب للشرق مع اتجاهات الكرنتس والويفز. فمع الوقت ابتدت ايه الدمب سيدمنت دي ابتدى يوصل لغايه ما ابتدى يمشي مسافه كذا كيلو. ادي السكيل، السكيل بتاعي ده من 0 ل 1 كيلو، فانا بنتكلم هنا رموا هنا، فضلت الساند يمشي، السيدمنت تمشي، بنتكلم في حوالي 4 5 كيلو لغايه ما لقت البير هنا. فالبير هنا اشتغل كانه حاجز، كايند اوف حاجز بارير، فراحت مرصده عليه. فكانت النتيجه ادي شكل، ادي المنظر، الصوره الاولانيه اللي على الشمال دي ايه، ادي البير، وادي شكل السيدمنت، شايفين السيدمنتيشن ده نتيجه للدمبنج اللي حصل 4 5 كيلو غرب المكان وحركه السيدمنت ترانسبورت. كان نتيجه للكلام ده ايه؟ ان طبعا المراكب ما قدرتش تقف لان خلاص المنطقه دي بقت شالو، فاضطروا طبعا ايه يعملوا دريدجنج ويصلحوا الدمج الايه اللي حصل. فادي حاجه ما كانتش في الحسبان، رموا سيدمنت على مسافه 4 5 كيلو. طبعا الكلام ده غلط بيئيا، تيجي تعمل في ترمي سيدمنت في البحر هيجوا بتوع البيئه يقول لك ما ينفعش، ده فين التصاريح بتاعتك؟ ما ينفعش ترمي سيدمنت في البحر كده، فممنوع. جات الطيارات البحريه والكرنت، ادي خدتها ايه وراحت ايه مرصباها في مكان تاني. لو جينا بصينا لخط الشط اهو، هنا هتلاقوا خط الشط اهو، ونيجي نعمل بس زوم شويه، ادي ده خط الشط، ده الدوت، ده الشور لاين سنه 97. خط الشط الثاني ده اللي على يمينه ده الشور لاين سنه 99. يعني في خلال سنتين فقط ابتدت ايه حصل ردم في كل المنطقه دي، كل المنطقه دي حصل ايه تغيير في خط الشط فيها، كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ دمبنج اللي حصل هنا. فادي اكزامبل لحاجه. طيب نيجي لاكزامبل تاني، مارينا العالمين، كم واحد فيكم راح مارينا؟ لا انا رحت بس كنت صغيره مش فاكراها قوي يعني. مين تاني؟ محدش فيكم راح. طيب حاول خش على جوجل ايرث اتفرج على مارينا، هتلاقوا مارينا بدايه من الكيلو 90 غرب اسكندريه، طريق اسكندريه مطروح، هي تقريبا من الكيلو 90 لغايه الكيلو 100. مارينا ليها 7 ابواب، واخده حوالي 10 كيلو تقريبا على الشط،
ودي اتعملت في اواخر الثمانينات بدايات التسعينات، وكان الهدف انه هو بنعمل حاجه لكجري شويه، وفكروا فيها ان هم يعملوا طبعا بحر في الساحل، البحر في الساحل العالي والعوم فيه صعب، ففكروا ان هم يعملوا لاجونز، لاجونز داخليه كده بحيرات، واللاجونز دي بتاخد من البحر الابيض، فلازم يبقى ليها انتيك مدخل وليها ديشارج، بحيث ان اللاجون دي الناس تعوم فيها ويبقى ما فيهاش موج. طيب فلما جم عملوا الكلام ده روحوا عملوا جروينز، ادي جروين 1 2 3 4 5، ابتدى طبعا الكلام ده كله ما اتعملش في نفس الوقت، اتعمل على مراحل. ف ادي اهو، ادي الجروين اهو، نعمل زوم كده شويه، ادي جروين. طبعا لما بيتعمل بيتعمل اولموست عمودي على خط الشط، وبيراعي اتجاهات الويف والكرنت. فحصل هنا في الاب دريفت اكريشن، حصل هنا في الاب دريفت اكريشن، الداون دريفت هنا بيحصل اروجن. ادي اتجاه السهم ده، شايفين اتجاه السهم اللي في الماوس، اللي انا حاطط عليه في الماوس، اتجاه السهم ده. ادي حركه السيدمنت ترانسفور جايه من الويست للايست، ادي اكريشن، ادي اروجن، ادي اكريشن، ادي اروجن. ده من ضمن المشاكل اللي حصلت جوه مارينا نفسها، سببت بقى كمان مشاكل اكتر داون دريفت مارينا. يعني لغايه يومنا هذا الكره السياحيه اللي هي ايست اوف مارينا، بنتكلم الكره اللي هي كيلو 86 87 مثلا 88 89 اللي هي قبل مارينا على طول بكام كيلو، ايست اوف مارينا بيحصل لها مشاكل. البحر هجم على الايه، على الشط، حصل ايروجن، فقدت الشط، ابتدت في بعض القرى السياحيه بقى المسافه ما بين البيلدينجز وما بين البيتش اقل من 50 متر. قانون البيئه بيقول لك ان لازم المسافه ما بين اي حاجه تبنيها وما بين الشط تبقى كام متر، اللي هو بنسميها حرم الشط، تبقى 200 متر. ما تيجي ما تبنيش اي حاجه تقرب من البحر ب 200 متر. طبعا معظم القرى السياحيه اللي اتبنت في الثمانينات مش محققه الكلام ده، وعليها شويه مشاكل بيئيه لغايه دلوقتي بيعملوا ايه تسويات في الكلام ده، وده زائد ان هو مثلا يبتدوا يعملوا حاجه تانية فبيبقى فيها مشاكل محتاجين ان هم يسووها. فاي ما تيجي تعمل قريه سياحيه، لازم اي قريه سياحيه تعملها لازم يبقى ليها دراسه بيئيه. هتعمل منشأ كمان، هتعمل هذا الجروينز مثلا او هتعمل بريك ووتر، لازم يبقى ليها دراسه بيئيه مختلفه. نيجي بقى لكل القرى السياحيه اللي هي ايست اوف مارينا، في بعضها اوريدي عمل جروينز او ديتاشت بريك ووتر، ولو دخلته على جوجل ايرث هتشوفوا الكلام ده معمول، وفي اللي مازال في طور الدراسه وبيعمل او درس ولسه ايه هيعمل. كل ده نتيجه لايه؟ الكوستال ستراكشرز اللي اتعملت في مارينا. طب تكلفه ان انا اعمل جروينز واعمل ديتاشت بريك ووترز والكلام ده اهو عشان احمي قريه سياحيه، تفتكروا ان هي هتبقى تكلفه في حدود قد ايه؟ حد يديني كده مثلا، يعني طبعا بلس ماينس على حسب هتعمل ايه، تفتكروا دي هتتكلف قد ايه؟ دكتور مبالغ كبيرة يعني، حوالي نص مليار مثلا، نص مليار. لا مصر. مش قوي كده. 5 مليون جنيه. لا نص مليار ده انت بتتكلم يعني، ده مبلغ كبير قوي يعني. حد قال 5 مليون. ايوه. الواحدة بس يا دكتور ولا كله؟ لا عموما، على طبعا خد بالك ان دي انت لازم طبعا تحسبها على حسب هتعمل ايه. انا بتكلم ان هو لو في قرية سياحية مثلا وهتعمل ديتاش بريك ووتر او هتعمل جروين مثلا، اتنين جروين، انت بتتكلم انت ممكن تكلف 30 40 مليون، ممكن تكلف 20، ممكن تكلف 10 15 على حسب هتعمل ايه. فالتكلفه دي مين اللي هيدفعها؟ الكلاينت.
اللي هو مين؟ الاونر. لا الاونر بتاع القرية الساعية. القرية الساعية هتيجي للناس المالكين تقول لهم يا جماعة احنا هنجيب استشاري علشان يعمل لنا دراسة. هيلموا من الناس يعني؟ يلموا من الاونر. هنجيب استشاري يعمل لنا او مكتب، يعني عايزين مكتب استشاري يعمل لنا دراسة بيئية علشان النحر اللي بيحصل عندنا ده، ومش عارفين كل شوية الخط الشط عندنا بيتاكل. فيبتدي المكتب الاستشاري يعمل الدراسة البيئية ويعمل الموديلينج اللي انتوا بتاخدوه في المشروع، ويبتدي يعمل تقرير أثر بيئي اللي انتوا المفروض تعملوه، واللي انتوا هتعملوا تقرير زيه كده. يبتدي وهنشوف ان احنا هناخد اساسياته ايه، ويبتدي يشوف المنشأ اللي احنا هنعمله ده هنعمله نوع ايه، هنعمله فلوتنج ولا هنعمله ايه، ولا هنعمله جروين ولا هنعمله ريكوتر ولا هنعمل ايه. نبتدي نختار النوع ونشوف تأثير اللي احنا هنعمله ده، نتوقع تأثير اللي احنا هنعمله على البيئة. الكلام ده علشان قبل ما نبني ولا بعد ما نبني؟ قبل ما نبني ازاي؟ بالظبط، نبني ازاي؟ يبقى لازم نصمم ونعمل الدراسة. الدراسة البيئية دي هتبقى دراسة بيئية، وفي دراسة كوستل موديلينج، ماشي؟ هناخد تصاريح من جهاز حماية البيئة أو جهاز شؤون البيئة دبل إي دبل إيه اللي هو Egyptian Environmental Affairs Agency. هناخد موافقة من هيئة حماية الشواطئ، وهناخد موافقة كمان من حرس الحدود أو هيئة العمليات علشان إحنا هنغير في الشط وهنعمل كوستال ستراكشر في البحر. يبقى دي الثلاث جهات اللي لازم ناخد منها تصاريح. فأنت دورك كمهندس إنك أنت هتعمل له الموديلنج، هتعمل وهتعمل له الدراسة البيئية، وهو بقى إيه يمشي ورا التصاريح بقى بتاعته. بس طبعا هيجي يقول لك ايه الدراسه البيئيه جهاز شؤون البيئه، يجي يقول لك طب عملت دي ازاي، طب دي ازاي، طب التقرير البيئه فيه ناقص كذا و و و. هيجي برضك هيئه حمايه الشاطئ، طب المودرنج ده عملته ازاي، اخترت سكيل ايه، ده ايه، وشوف الكلام ده. فادي الكلام اللي انتوا بتدرسوه ده، وده الابلكيشن بتاعه اللي بيحصل فعلا في قرى كتير في الساحل الشمالي، وبالاخص في السنين اللي فاتت، ونزل مناقصات ونزل اعلانات في الجرايد ان احنا عايزين مكاتب استشاريه علشان نعمل دراسه تاثير الاثر البيئي ودراسه حمايه الشواطئ عشان احنا عندنا مشكله. طب دكتور طلع المشروع هيكلف كام برضو في الاخر؟ يبقى على حسب انت هتعمل ايه. يعني طبعا هما بيحطوا ميزانيه في الاول، الميزانيه دي ممكن ما تبقاش اكيوريت قوي، ممكن يبقى فيها بلس ماينس، بس في حاجات ممكن تطلع 20 مليون، في حاجات 30، في حاجات اقل، في حاجات اكتر، على حسب اللي هيتعمل فيها. ما نقدرش نقول في الاول غير لما نحط الحل، ثم بعد كده ايه التكلفه هتبقى ايه. تمام، لانك انت عشان تحط التكلفه لازم نحط نشوف نعمل ديزاين ونعمل البيل اوف كوانتيتي والدايمنشن ايه وداخل ايه والكلام ده. لكن بيبقى فيه تقريبا استيميت كده مبدئي في الاول، ممكن الاستيميت ده ما يبقاش اكوريت، ممكن يبقى مثلا بعيد شويه، حوالي مثلا 25 30 40% ايرور ولا حاجه. تمام تمام، نيجي نشوف السكيل بتاعنا اهو. ده سكيل من 0 ل 1، يعني انا شوف ادي ماشيين اهو من 0 ل 1، يبقى ادي مثلا كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، يبقى لما بنتكلم على سكيل كبير. ولذلك في المودلنج الحاجات اللي انتوا بتعملوها دايما السكيل بيبقى رينج واسع، لازم اعمل مودلنج للمنطقه دي نفسها وباسيمتري للمنطقه دي، ولازم قبلها كمان بكذا كيلو وبعدها بكذا كيلو، يعني مثلا سي 2 كيلو ويست و2 كيلو ايست. ادي اكزامبل تاني لمنشآت ساحليه اوريدي موجوده في مصر. احنا بنتكلم على اكزامبلز لمشاريع موجوده مش من وحي الخيال. نيجي اكزامبل تالت، مارابيلا. حد فيكم سمع عن مارابيلا او عدى عليها او شافها؟ انا عارفها بس ما رحتهاش.
قريه اسمها قريه مارابيلا، الكيلو 40. لو دخلت على جوجل ايرث هي تقريبا الكيلو 40 في الساحل الشمالي. لما اقول كيلو 40 دي يعني 40 كيلو غرب اسكندريه، وانت رايح من اسكندريه المطروح الترقيم كده، الكيلو 40 يبقى ايه تقريبا ايه 40 كيلو من اسكندريه. عملوا ايه بقى في مارابيلا؟ جم قال لك ايه، احنا عندنا البحر، البحر في الساحل الشمالي الحقيقه، واللي منكم بيروح الساحل هيعرف الكلام ده، ان هو البحر بيبقى عالي والعوم فيه صعب. فجاء قال لك انا عايزين علشان نحسن العوم نحتاج نعمل ديتاشت بريك ووتر. فجم عملوا ديتاشت بريك ووتر زي ما انتم شايفين كده، ادي 1 2 3 4. طبعا دي بتتعمل بتصميم معين، وعندنا في الكوستال انجينيرنج مانوال في رول اوف ثامز للكلام ده، انك انت لازم تصمم الطول ده طول معين، وادي الجاب وبعدين طول وبعدين جاب وبعدين طول وادي جاب، ثم بيبقى في ديستنس ما بينها وما بين الشور لاين، بحيث ان الجاب دي جزء بيتحجز هنا وجزء بيخش، جزء بيتحجز وجزء بيخش ما بين الجابس دي. فجم ساعتها ادي نعمل زوم كده، ده خط الشط المنقط دوت الدوتت سنة 95، يعني خط الشط اهو سنة 98 بقى ده خط الشط. المسافة دي قد ايه؟ ادي السكيل، شايفين السكيل ده كم متر؟ 50. يبقى انا تقريبا المسافة دي لو حطيتها هنا كده اهو، ادي دي تقريبا 50 متر. يعني بنتكلم ان في حوالي 3 سنين حصل ردم في المكان ده حوالي 50 متر. طبعا زي ما انتوا اخدتوا قبل كده في المحاضرة في الترم الاولاني اللي هو الانترودكشن، ان دايما في الديتاشت بريك ووتر بيحصل حاجة اسمها سالين او سلاين وحاجة اسمها تومبلو. ادي التومبلو ان هو انا جت هنا حصل نتيجة هنا، ادي السيدمنت جاية شافت هنا نارو نارو سيكشن، فابتدت تردم لغاية ما التومبلو دي ابتدأت أول كام واحدة الرملة وصلت للإيه؟ للديتاشت بريك ووتر. الرملة دي وصلت للإيه؟ للديتاشت بريك ووتر. بقى خلاص المنطقة دي كلها رملة. ثم في الداون دريفت حصل إيروجن. كان في جنبها قرية اسمها سويس كانال بيتش، قرية قناة السويس، حصل نحر بمسافة قد إيه؟ قرب ال 50 متر. ادي خط الشط سنة 95، ده خط الشط سنة 98. شايفين الحاجات المنقطة دي يا شباب؟ شايفين الحاجات المنقطة دي؟ دي كانت عمارات، دي كرة، دي بيلدينجز، الشاليهات. الشاليهات حصل فيها ايه؟ اتكلت الرمل، جت كبست عليها، اتكلت الكلام ده كله. الكلام ده حصل امتى؟ نتيجة ل الديتاشت بريك ووتر. طيب يبقى احنا بنتكلم ادي القريه الساحليه بتاعتنا مارابيلا، القريه اللي جنبها بعد ما عملنا ديتاشت بريك ووتر، القريه اللي جنبها اندرت. طبعا المفروض يحصل ايه في الكلام ده؟ الناس دول بتوع سويس كانال يرفعوا قضيه على ايه؟ على الناس دي، صح؟ اه صح، ده المفروض يحصل وده اللي حاصل. طيب نيجي بقى لما اجي بعمل انا بقى تقرير اثر بيئي، يبقى لازم التقرير ده وعلشان ياخد تصاريحه لازم الدراسه تثبت لي ان انا ما اثرش على الكره اللي جنبي، سواء في الاب ستريم او الاب دريفت يعني او في داون. ده مثال ل اكزامبل تاني حصل في مصر، ادي الكلام ده كله في التسعينات، والكلام ده موجود هتلاقيه ببلشت في البيبر، وحاطط لك هنا ده الاكريشن، ادي الاكريشن اللي حصل، الزون ده الخفيف ده الاكريشن، والزون ده التقيل ده الايروجن اللي حصل. ادي صوره
لو جينا رجعنا هنا ادي صوره للديتاشد بريك ووتر دي دوت اهو ده الديتاشد بريك ووتر اللي محطوط في قريه مرض ماشي ادي اكزامبل تاني تعالوا نشوف اكزامبل تالت سيدي كرير قريه سيدي كرير تسمعوا عنها طبعا حلو دي موجوده فين اسكندريه تقريبا غرب اسكندريه خدوا بالكم بصوا شايفين الخريطه اللي في الاول دي اهو جايب لك المكان فين في مصر اهو واحد الحمراء مورينج بير واحد دي اللي هي دي اللي هي واحد دي اثنين العلمين ادي المارينا العلمين ثلاثة مارابيلا اهي مكانها هنا كيلو 40 أربعة سيدي كرير فهي أقرب لإسكندرية من إيه؟ من مارابيلا ومن العلمين هي ماشيين كده المشاريع ماشيين بادين مرقمينها من الويست للإيست فإحنا بنتكلم إن سيدي كرير تقريبا يعني بعد شاطئ النخيل بشوية بنتكلم في كيلو حاجة و30 تقريبا نيجي لسيدي كرير عملوا إيه؟ جم قال لك إيه؟ إحنا عايزين نعمل لاجون ارتفيشال لاجون كلمه ارتفيشال يعني حاجه مصنعه ما هياش طبيعيه ارتفيشال يعني مصنعه عايزين نعمل لاجون كده عشان الناس تعوم فيه ويبقى يعني بدل حمام سباحه طبعا في حمامات سباحه وبتاع بس نعمله كده لاجون علشان يبقى ايه كانه حمام سباحه بميه بحر طيب عشان اعمل لاجون ليه بقى لان اللاجون برضو انا عايز اعمل لاجون ده لان لان البحر هناك عالي وعشان ما يبقاش الناس تعرف تعوم ويبقى في موج ما يبقاش في موج طب قال لك ايه علشان اعمل لاجون محتاج اعمل ميه لازم اغذي اللاجون دوا بميه صح ولازم الميه دي تبقى متجدده ولا راكده متجدده هجيبها من بحر مفروض لو انا سبتها راكده ينفع لا ما ينفعش هيطلع فيها طحالب وبتاع مش هينفع وفي تراب الناس مش هتعرف تعوم فيها يبقى انا لازم اجيبها من البحر فعشان اجيبها من البحر يبقى لازم يبقى ليا انلت ادي اهو انلت اهو بايب عملوا بايب لاين مدفون بحيث ان المايه تيجي من البحر واوتلت اهو ده الانلت اهو انلت بايب لاين مدفون وادي اوتلت ايه بايب لاين جميل بحيث ان المايه تخش هنا ويحصل سيركوليشن وتخرج ايه من هنا جميل ده قال لك ايه بقى وعلشان الانلت دوت ما يتسدش اللي ممكن طبعا الامواج هتيجي هتسد البايب لاين فقال لك اعمل كونكريت بريك ووتر جميل عشان احمي الانلت ده ويبقى الميه فيه ما هوش بقى فيهاش موج بقى وفيها سيدمنت جمع الوقت لقى ادي الكونكريت بريك ووتر حصل هنا ساند ايه اكريشن هنا واكريشن هنا كاني بعمل ديتاشد بريك ووتر وحصل تومبولو صح تمام او تومبولو تمام حصل اكريشن جميل طب جه بقى مع الوقت كمان هذه الساند اللي حصل لها اكيوميليشن هنا دخلت فين في البايب لاين جميل وحصل اكيوميليشن لساند زي هنا جزر كده وكانت النتيجه ايه ان البايب لاين ده ايه البايب لاينز دي حصل فيها ايه اتسدت ده فيها رمله فلما اتسدت المايه بقت راكده ينفع لا طبعا جوه هيبقى فيها بقى بكتيريا وحالب ما نفعتش يبقى ما حققتش الهدف بتاعها هنا الكونكريت بريك ووتر اهو عملوه على في الباسيمتري على ماينس 3 قال لك عشان اعمل الكلام ده اعمل اضطر بقى ايه خلاص قال لك لا الحل اللي احنا عملناه ده حل غلط طبعا الكلام ده في الكلام في التسعينات يعني وحصل هنا ادي اكريشن ادي الجزء ده 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 ده, ده, ده كل ده ايه اكريشن وادي حركه الاسهم دي شايفين الاسهم دي اللي هي حركه الايه الشور لاين او حركه السيدمنت لونج شور سيدمنت ترانسفير فاضطروا ان هم يكسروا هذا البريك ووتر يهدوه وادي صوره
دكتور معلش، هو كان حاطه في الاول من الاول ليه اصلا؟ هذه صوره للبريك ووتر بعد ما حطوه في الاول، علشان طبعا تقدروا تقروا البيبر، البيبر فيها تفاصيل قوي شويه، فيها تفصيل اكتر من احنا بنقول. فهبعت لكم برده البيبر وتقروا التفاصيل دي اللي موجوده. تمام. حطوا البريك ووتر علشان يبقى حمايه للانلت دوت، يبقى لان قال لك ايه، ان 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 لو ما حطيتش البريك ووتر يبقى انا الميه هتيجي تخش هنا هتضرب هنا ومعاها رمل، فهتقفل لي الايه البايب لاين. تمام. فده الهدف من البريك ووتر. اذا بعد حوالي فتره مش كبيره لقوا نفسهم بيضطروا ان هو يهد البريك ووتر، وطبعا السيركوليشن بتاع الميه مش صح، ما اتعملش موديل صح وما اتدرسش صح بيئيا، وبالتالي ده كانت مشكلة من المشاكل ان هي ما تعملهاش دراسة كافية. دكتور هو ليه هد البريك ووتر؟ ما هو كان ممكن يعمل بامب تودي وترجع. ايه رأي حضرتك؟ هو القلت ده اتسد، هو المشكلة ان هو عملها مدفون. هو الصح لما يجي يعمل ارتفيشال لاجون يعمل زي تشانل كده مجرى زي ما عملوا في مارينا، ان يبقى ما يبقاش ما يعملهاش بايب لاين ما تكون كده لان هتتسد، هيعملها شانل كده تصريف زي مارينا بالظبط. ادي مارينا اهي شانل، شايف دي شانل، تدخل ميه وتطلع ميه، تدخل وتخرج اوبن اريا، ما تبقاش مقفوله كده. فدي طبعا الغلطه ميجور. الغلطه الثانيه طبعا يعني مهما بقى حطيت كونكريت بريك ووتر او ما حطيتش، انت في الاخر البايب لاين اللي تحت المدفونه دي انت ما عندكش تحكم فيها وتحكم في السيدمنتس اللي هيخش فيها. تمام؟ صح تمام جميل. لا يوفر عشان يحط البايب مكان كان عملها تشانل صحيح وخلاص. فده ليسون ليرند. انا بنتكلم هذه المحاضره او البيبر دي الهدف منها انها بتدي لك الاخطاء، ليسون ليرند يعني الاخطاء السابقه اللي المشاريع وقعت فيها عشان ما نتكررش تاني ونتعلم من اخطائنا. طيب نيجي اكزامبل كمان، سيدي كرير مارينا. قوم قال لك ايه، هنعمل هنا مارينا وادي اتجاه الشمال وادي اتجاه الامواج. المارينا ادي بريك ووتر اهو، وادي لقوا ان حصل unusual accretion في الناحيتين، يعني ادي حصل accretion هنا في الاب دريفت ادي اتجاه السيدمنت، وحصل accretion هنا في الداون دريفت في الاول ثم erosion هنا، يعني حصل هنا accretion ثم erosion. ادي خط الشط سنه 92 اهو بالدوتد، شايفينه؟ شايفين الدوتد لاين دوت؟ وادي 94 بعد سنتين السكيل ده كام؟ 50 متر. لو جيت انا حطيت ال 50 متر ده كده بايدي على الرسمه دي كده هنتكلم المسافه دي اولموست 100 متر. يعني في خلال سنتين حصل هنا ردم طبيعي لوحده سيدمنتيشن حوالي 100 متر. فلما حصل سيدمنتيشن هنا قفلي المدخل بتاع بتاع المارينا اتقفل. طبعا اضطروا طبعا يعملوا هنا دريدجنج ليه. طب هتيجي تقول لي ايه، الله هو مش المفروض يحصل هنا ايروجن؟ ما حصل ايروجن بس هنا حصل سيدمنتيشن. خد بالك ان جاي مهم جدا ان يجي في اي مشروع ان احنا نحاول نستخدم داتا لوكال. الداتا اللي كانوا استخدموها ما كانتش اكيوريت قوي، فده اللي حصل. وادي الصوره، لو جينا طلعنا كده لمجموعه الصور، ادي الصوره اف اهي، ده شكل البريك ووتر بتاع المارينا، وادي الاكريشن، شايفين الجزء الابيض ده؟ ده الاكريشن اللي حصل في الاب دريفت بتاع اب دريفت المارينا. نيجي بقى
ادي الداون دريفت اهو كمان شايفين حصل ده الايروجن اللي حصل في الداون دريفت. ادي الجي تي او ده يمكن دي صوره ثانيه. اه ده رقم سي. ده مارينا العالمين الشكل الصوره سي ديه. انت تقرا انتوا دي عندكم موريك مش شارح لك كل صوره. الصوره ايه؟ الصوره بي الصوره سي مش شارح لك فيها. فالصوره سي دي الجيتي بتاعت مارينا العالمين ده الداون دريفت بتاعها حصل تاكل اهو شايفين ده التاكل اللي حصل داون دريفت واحده من الجيتيز بتاعت المارينا العالمين. وادي الصوره دي للمارابيلا ده ودي الصوره بتاعت الكونكريت بريك ووتر بتاعت سيدي كرير اللي هي ايه اللي عملوها وابتدوا يهدوا فيها ساعتها يعني. وادي الاكريشن اللي حصل اب دريفت سيدي كرير مارينا. طيب ادي اكزامبل كمان. تعالوا تشوف حاجه ثانيه. دي برضو مجموعه صور تلاقوها في روزيتا وفي دمياط. هنتكلم الاول على واحد واحد وبعدين ايه نشوف الصور بتاعته. روزيتا برومونوتري يعني ايه روزيتا برومونوتري؟ شباب هو روزيتا اللي هي رشيد لكن برومونوتوري دي انا مش عارفها بصراحه. فرع رشيد التقاء دايما التقاء النهر مع الايه مع البحر ماشي اللي هو فرع رشيد. عندنا فرعين فرع رشيد وفرع دمياط. فادي الجزء ده اللي هو روزيتا برومونوتري هي منطقه اللسان. الجزء ده هو ده الجزء ده كله اسمه روزيتا برومونوتري ماشي اللي هو عندنا هنا في الخريطه الاولانيه اهو رقم 7 مصب النيل. الحته دي كده دي فرع رشيد. الحته دي روزيتا برومونوتري والحته دي داميتا برومونوتري. جميل. حصل ايه بقى فيها؟ فاكرين السد العالي؟ السد العالي بدأنا من دي من سنة كام؟ تقريبا 79 69 لا قبل كام عبد الناصر بنتكلم من سنة 60 من سنة 60 وطبعا قعدنا سنين فيه. قبل السد العالي ما يتبني كانت مية النهر بتصب في البحر بغزارة صح؟ حصل ايه بعد السد العالي؟ احنا عملنا سد فالفلو بتاع المية بقى أقل تقريبا اللي احنا محتاجينه بس فالبحر بقى هو اللي بيهجم على الشط مش العكس. فحصل ايه بقى؟ ادي سنة 55 ادي في فرع رشيد ادي خط الشط اهو سنة 55 شايفين اهو سنة 2001 ده خط الشط. ده سنة 55 اهو الدوتت ده خط الشط سنة 55. في 2001 ادي بقى ده خط الشط بتاعه شايفين؟ المسافة دي قد ايه؟ فين الاسكيل؟ ادي من 0 ل 3 يعني المسافة دي حصل كذا كيلو حصل نحر كذا كيلو. خش على جوجل ايرث واعمل زوم كده خش على جوجل ايرث في فرع رشيد هتلاقي فيه اثار للخط الشط القديم حتة كده فاتحة شوية هتلاقي البحر افتح في حتت واغمق في حتت. ده حصل الكلام ده نتيجة للسد العالي ومع الوقت طبعا انا هنا عندي ايه دايركت ويفز فحصل هنا نحر. طيب نتيجة هذا النحر كان هنا في فنار شايفين النقط دي؟ شايفين النقط دي يا شباب؟ لا مش باينة مش شايفاها يا دكتور معلش اللي هما النجوم
شايفة النجوم، شايفة الماوس بتاعي؟ خلاص. شايفة النجمة؟ دي كانت فنار. شايفة النجمة دي؟ فنار. حصل لها ايه؟ الفنار ده، الفنار ده بيتبني في الارض. المية عملت عليه. خلاص. الفنار ما بقاش ليه لازمة. فبقى abandoned lighthouse. abandoned يعني خلاص. خرج من الخدمة. واضطروا يعملوها ينقلوها ايه جوه، او عملوا فنارات تانية جوه. هنا كان في هيستوريكال فورت، كان في قلعة هنا. كل ده المية غمرته. المية غمرته. خسرنا هذه الارض. طيب. نيجي بقى. ادي طبعا ايه، ادي خط. الحتة دي مميزة شوية. دايما رشيد فيها مشاكل نحو بالجملة. ادي وادي ابو قير باي. فادي في حركه سيدمنت جايه كده من الغرب للشرق. وادي الويفز برضو، في ويفز بتيجي كده صح ناحيه الشمال من الشمال. فدي في حركه سيدمنت بتيجي ايه كده. وادي طبعا عبر السنين ابتروا يعملوا سي وول هنا في المنطقه دي، سي وول هنا. اضطروا يعملوا بعد كده جروينز هنا. شايفين ادي شكل الجروينز ماشي. طيب الحته دي ايروجن دايفرجنس اريا، يعني وفي اكريشن سينك كونفرجنس اريا، يعني بتبقى في منطقه بيحصل فيها السيدمنت بتتجمع فيها، وفي منطقه السيدمنت فيها بيحصل لها ايروجن. فاحنا هنا بنتكلم المنطقة دي كده حصل فيها erosion divergence area. المنطقة دي حصل فيها accretion convergence area. ماشي؟ فكل دي حاجات حصلت بعد السد العالي، وكل المنشآت الساحلية دي السي وولز والجروينز عملوها علشان تلافي هذه المشكلات. تقدروا تقروا البيبر فيها شوية برضو ايه تفاصيل اكتر. فادي اكزامبل تاني. طيب نيجي اكزامبل تالت، البرولوس، بحيرة البرولوس. مكانها فين على الخريطة؟ نطلع اول خريطة خالص، نمرة 8 البرولوس انلت. ادي 8 اهي اهي، يبقى شرق فرع رشيد بشويه. ادي مكان 8 و9 اهو، مكان برولوس. طيب نيجي البرولوس، واللي منكو عد عليها، لو انت رايح اسكندريه وبعدين مشيت في الطريق الدولي الساحلي، طريق الدولي الساحلي يبقى عندك ابو قير، عندك كفر الشيخ، بعدها ايه البرولوس. نيجي حصل ايه بقى؟ جم عملوا المفروض في هنا في البحيره، في ده بحيره برولوس لاجون، جم عملوا نافيجيشن شانل علشان تستخدم يعني عشان الصيد. ادي خط الشط سنه 55 الدوتد ده خط الشط بعدها سنه 97، يعني بنتكلم في حوالي 22 سنة. المسافة دي 400 متر، يعني بنتكلم حصل هنا ردم 400 أو أكتر شوية في خلال 22 سنة. جم عملوا إيه؟ في الأول كانوا عاملين نافيجيشن الشانل الواسعة، كانوا عاملينها كده واسعة أهي، شايفين الصورة دي الرقم دي دوت؟ ادي كانوا عاملين النافيجيشن شانل واسعه. فلما اتعملت واسعه زياده عن اللزوم حصل فيها سيديمنتيشن، فما بقتش تؤدي الغرض ان المراكب تخش فيها. فاضطروا ان هم يغيروا في ال يحطوا جي تي تاني بحيث يضيقوا النافيجيشن شانل، واضطروا ان هم يطولوه شويه علشان يصلحوا المشكلة اللي كانت معمولة.
طيب ادي اكزامبل. اكزامبل ثالث بلطيم. حد منكم راح بلطيم؟ لا يا دكتور. انتوا بتروحوا فين؟ بتروحوا من البيت من الكليه للبيت بس تقريبا يا دكتور. احنا كررت لحياتنا طيب لفوا كده وشوفوا البلد، شوفوا مصر. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده يا شباب موجود عندنا. دي تاشت بريك ووتر، مش احنا اديناها لكم في المحاضرات؟ اهي موجودة. ابلطي دي تاشت بريك ووتر. عملوا ايه بقى؟ طبعا في التسعينات هم عملوا على كذا مرحلة. قال لك ايه؟ نعمل دي تاشت بريك ووتر. ادي واحد مكان الماوس اهو، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا دي اتعملت يمكن في مرحلة تانية غير ده. مع الوقت وادي الحاجات دي الريزورت بيلدينج، زي البيلدينج ابتدت اول واحد اثنين ثلاثة اربعة خرجوا من الخدمة خلاص. ادي تومبلو وادي الرملة وصل لغاية التشت بريك ووتر رقم اربعة. وادي هنا السالم. حصل هنا طبعا اكريشن، جاء في الداون دريفت حصل ايروجن. شايفين ده؟ شايفين النقط دي السوداء دي؟ شايفين النقط السوداء دي مكان الماوس اللي انا بشاور عليه؟ اه ده ايه ده؟ دي بيلدينج، دي مباني. مباني ادي وصل لها النحر، وصل النحر ليه. طيب امتى بقى الكلام ده؟ ادي خط الشط اهو، ده الاوريجينال، ده كانت سنه 97. سنه 2001 بقى هو ده خط الشط الجديد. السكيل بتاعي فين؟ ادي 300، يبقى دي كده حوالي 300 متر. ده اكزامبل في ديتاشت بريك ووتر بتاعه بلطيم. طيب نيجي اكزامبل تاني. انا لما اجي اعمل ديتاشت بريك ووتر، لا ده انا لازم بقى طبعا اعمل له موديلنج كويس، ولازم اعمل له دراسه انفيرومنتال امباكت اسيسمنت كويس، ولازم اتاكد انه مش هيعمل لي مشاكل ايه ولا في الاب دريفت ولا في الداون دريفت. كل ده يبقى مش هي ده غير الديزاين نفسه بتاع ديتاشت بريك ووتر. فمش هقدر اشتغل غير لما اعمل هذه الدراسات واخد التصاريح البيئيه وتصريح من هيئه حمايه الشواطئ ان انا اقدر ايه انفذ الكلام ده في الواقع. طيب نيجي مينا دمياط. مينا دمياط تقع فين؟ مينا دمياط نيجي لاول رسمه خالص اهو. الحته دي شايفين الحته دي؟ دي الحته دي عند مينا دمياط. لو هتلاحظوا انها واقعه في حته كده سينكي اريا، يعني حته ما هياش خط الشط فيها ما هواش عدل، ما هواش مستقيم، فيها كيرفيتشر. فالكيرفيتشر دي سببت ان السيدمنتس بتجيلها من الشرق ومن الغرب. تعالوا نشوفوا ازاي. لو رحت لمينا دمياط اهو، ادي مينا دمياط لما جم عملوها. مينا دمياط مينا خارجي ولا داخلي؟ شباب داخلي. ده الكلام ده احنا قلناه حتى في المواني. ده مينا داخلي. مينا دمياط مينا داخلي اهي. يبقى احنا حطينا الارصفه بتاعتنا اهي جوه الارض، عملنا بيزن جوه، وعملنا بريك ووتر اهو بره. ادي فيه اتنين بريك ووتر اهو، ده بريك ووتر وده بريك ووتر، ماشي، عشان النافيجيشن يتشال. طيب لما جم عملوا الكلام ده ماشي، حصل ايه؟ مينا دمياط
حصل فيها مشكله ان دايما ادي اتجاه، شايفين اتجاه السيدمنت، ادي الاسهم اهي بتجيلها من الغرب وبتجيلها من الشرق سينك اريا، فحصل ان النافيجيشن تشانل دايما بيترصب عليه سيدمنت، كل شويه يترصب عليه السيدمنت. لما يترصب عليه السيدمنت ده يعمل ايه في النافيجيشن تشانل؟ الدبس بتاعه يقل، فمعناه ان هو مش هيسمح، مش هيشتغل بالفاكشن اللي انا مشغلها له، يعني هيمنعني دخول مراكب معينه. هضطر اعمل ايه؟ اعمل تكريك، هعمل تكريك دريجنج، صح؟ فقال لك ايه بقى من ضمن المشاكل اللي حصلت؟ ان اختيار المكان نفسه كان فيه مشكله، وده هناخدها المحاضره الجايه. لما تيجي تختار مكان للمشروع بتاعك، سواء لمكان مينا او مكان كوستال اريا، لازم تختاره في مكان كويس ما يعملكش مشكله. فاختيار المكان، اختير في مكان كان فيه سينك اريا، كان السيدمنت جايه من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، والبريك ووتر بتاعه كان قصير، ما كانش واصل للديبس اوف كلوجر. ديبس اوف كلوجر هنا 8 ماينس 8 مكان السهم هنا، ادي شكل الباسيمتري اهو عندي، فما كانش واصل ليه، وبالتالي هنا المنطقه دي بيحصل فيها ايه؟ كل شويه بيحصل فيها سيدمنت ترانسبورت. فدايما مينا دمياط كل كده سنه اتنين يقول لك احنا عايزين نعمل تكريك، عايزين نعمل تكريك. فقال لك ايه بقى في البيبر؟ قال لك ان المفروض ان البريك ووتر كان يتعمل طويل لغايه ما يوصل لديبس اوف كلوجر، بنتكلم لحوالي 12.6 متر كده. شايفين الحته دي؟ شايفين الماوس بتاعي؟ كان المفروض البريك ووتر يطول كده لغايه هناك عشان ما يدخلش سدن. مينا دمياط اتعملت امتى؟ المنطقه اللي بعديها يحصل لها نحر. اللي هي راسل. تدرسها بقى، انت تدرسها. طبعا هنا خد بالك، هنا تعالى بقى المنطقه اللي بعديها. اللي هي راسل. المنطقه اللي بعديها هنا عملوا ايه؟ عملوا هنا ديتاشت بريك ووتر، بس ده هنديها وقت تاني، وادي ايه؟ جروينز، بس ده عشان ال دي هنشوفها في السلايد اللي بعدها. في حد كان عايز يسال، هو نطول لغايه هناك عشان الديبس اوف كلوجر يعني، ولا عشان ايه؟ عشان الديبس اوف كلوجر. تمام بالظبط كده، لان هو كده البريك ووتر طلع قصير، فالسيدمنت جايه بتتفسح يمين وشمال في السيرف زون بتاعي، وبالتالي بتصب في النافيجيشن تشانل هنا، جايه لها من هنا وجايه لها من هنا. فلما سيدمنت تيجي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، السيدمنت هيقابل بعضه فيعمل ايه؟ يترص، صح؟ تمام. جاي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين بيتقابلوا، فيروح مترصب في النافيجيشن تشانل. فلما يترصب في النافيجيشن تشانل هيعمل لي مشكله في الملاحه. تمام يا دكتور. ودي مشكله ازليه في مينا دمياط من ساعه ما اتعمل سنه 84. حاليا من سنه نزلت مناقصه مينا دمياط ان هم يعملوا بريك ووتر كبير شرقي وبريك ووتر كبير غربي في مكان تاني، يعني نزلت هذه المناقصه، الشرقي كده يعملوا بريك ووتر وغربي يعملوا بريك ووتر كبير يمشي حوالي 4 كيلو، وهيستخدموا هنا اريا برضو علشان يوسعوا المينا، يبقى منها توسعه المينا ومنها ان هي يبقى بريك ووتر عشان يحلي الموضوع ده. الديزاين بتاعه بتاع بريك ووتر فيه متعمل، بس لسه ما اتنفذش. تمام يا دكتور. ماشي. يبقى ده اكزامبل مهمه جدا ان احنا نعمل دراسه اسمها دراسه اختيار الموقع. وفي المشاريع الكبيره اللي زي دي بيبقى في دراسه لوحدها منفصله قبل بدايه المشروع وقبل اي ديزاين وقبل اي دراسه بيجيب، اسمها سايت سيليكشن ستادي. انا بختار الموقع بتاعي فين. هذه الدراسه المفروض تقعد لها كام شهر كده، وبقى في عندي بدايل
لاختيار الاماكن 1 2 3 وابتدي اشوف الاختيارات افضلها ايه. هذه الدراسه اللي انا باخد فيها شويه وقت هتوفر لي بعدين، لان انا فلوسها مش كتيره قوي، لكن هتوفر لي ان هي بتقلل مشاكل مستقبليه. اوكي يا شباب؟ تمام يا دكتور. فقال لك ان البريك ووتر اهو كان المفروض يوصل للديبس كلوجر ده مسافه حوالي 3.5 كيلو، والبيبر هيبقى عندكم علشان ايه تقروا فيها اكتر. ماشي، ادي دميتا برومونوتري فرع دوميات، ادي فرع دوميات اهو برضو عملوا فيه، ادي انلت جيتي اهو فرع النافيجيشن، وعملوا ديتاش بريك ووتر، وعملوا جروينز اللي احنا خدناها النهارده. طيب جه قال لك ايه بقى؟ دايما في منطقه فرع رشيد وفرع دمياط، وبرده بسبب السد العالي، سنه 55 كان خط الشط كده اهو، شايفين ده كان خط الشط اهو سنه 55. سنه 92 ادي خط الشط، المسافه دي كام كيلو؟ ادي السكيل نص كيلو، انا بنتكلم واحد حوالي 4 كيلو تقريبا، 2 3 كيلو يعني قول اولموست 3 كيلو حصل تاكل ايروجن 3 كيلو متر في المنطقه دي. طبعا عبر السنين ابتدى هنا، ادي فين شايفين النجمه دي؟ شايفين النجمه دي؟ شايفينها اللي في الماوس دي السودا، اقرا في الليجندز ادي دي القديمه، دي الاولد لايت هاوس. عارفين يعني ايه لايت هاوس؟ ايوه، مش مناره؟ فنار بالظبط، فنار او منار. دي بتتعمل ليه؟ برشد السفن وهي داخله. برافو. حصل ايه؟ الميه غمرتها خلاص، حصل نحر بقت جوه الميه، فعملوا نيو لايت هاوس اهي، ده الجديد اهي النجم البيض. ماشي، طبعا حصل هنا نحر، عشان النحر هنا فعملوا ديتاشت بريك ووتر وعملوا جروين، وادي البيلدنجز اهي. ماشي، ده اكزامبل لجروينز هناك معموله اب دريفت الايه ال جي تي. طيب وهتلاقوا هنا شايفين، هتلاقوا هنا شكل الشكل اهو، بصوا على الشكل هتلاقوا فيه هنا دولوس وفيه هنا ريبراب، الحته دي دولوس وريبراب، وادي لو بصيتوا في الصوره، الصوره هنا ادي اهو ده شكل اهو رقم سي بورشن اوف ذا روزيتا دولوس، الحته سي ده جزء من مينا او من فرع روزيتا، وادي الدولوس اللي محطوطه، وادي الجزء ده هتلاقوا لو انتوا بصيتوا في الساتلايت ايمجز ده الفرع بتاع دمياط، وادي هنا حصل ايروجن. هتعرفها ازاي؟ لو دخلت على جوجل ايرث هتلاقي فيه هنا حته كده زي ايه خفيفه، اصفر خفيف، ده ايروجن، ده انديكيشن ان كانت دي ارض، دي انديكيشن ان دي ارض واتاكلت الحته دي كده روجن. ادي اكزامبل لمينا دمياط برضو، ادي الجزء ده شايفين الجزء ده مبيض شويه، ولا انتم مش شايفينه؟ اللي هي الجزء اللي حصل فيه تاكل، حصل مبيض شويه، لما ابعت لكم الفايل هتشوفوه اكتر. ماشي، فادي حصل ايه، وادي شكل السيدمنت ترانسبورت جايه من الايست وجايه من الويست، وادي النافيجيشن تشانل اهو، هتلاقوا الحته دي مبيضه برده شويه يحصل فيها سيدمنتيشن. طيب ادي اكزامبل، نشوف كمان ادي مجموعه صور تانية نشوف لها المشاريع بتاعها كده. احنا بنروح ناحيه الايست بقى، نروح ناحيه العريش، في باور بلانت اتعمل هناك في العريش، نتكلم في بدايات التسعينات،
فادي الباور بلانت ده اتعمل ليه؟ لان انا هنا عندي محطه كهرباء، محطه كهرباء موجوده قريب من البحر، علشان اعمل هيتنج يبقى لازم ادخل ميه من البحر، فادخل ميه بانتيك واخرج بالشارج. دايما كده اي محطه كهرباء، محطه نوويه دايما بتتعمل، عندنا محطه الضبعه النوويه تسمعوا عنها ولا لا؟ اه دي سمعنا. بالظبط، دي موجوده على البحر عشان يبقى فيه انتيك وديشارج. محطات الكهرباء اللي على البحر يبقى فيه علشان الكولينج، ووتر كولينج، يبقى فيه ووتر انتيك ووتر ايه ديشارج. ادي اهو الانتيك اهو، عملوا لها علشان يحموا الانتيك من السيدمنت، فعملوا هنا بريك ووتر، وادي المايه داخله هنا، داخله هنا يعمل كولينج وبعدين تخرج المايه، والمايه لما تيجي تخرج اهو ادي ببايب لاين خرجتها بره. ماشي، حصل ايه بقى؟ سنة 97 ادي خط الشط، سنة 92 كان خط الشط اهو منقط، حصل هنا اب دريفت البريك ووتر، بيحصل نحر ولا ترسيب؟ لا ترسيب، ترسيب، يبقى حصل ترسيب بحوالي 100 متر تقريبا، 100 متر حصل ترسيب في خلال 100 متر في خلال 5 سنين. حصل داون دريفت على طول، حصل نحر، بيحصل هنا ده الماكسيمم النحر اللي بيحصل، ومع الوقت بيبتدي النحر برضو بيحصل بس بيقل. هنا بقى في برضك ووتر ديشارج، ووتر ديشارج هنا بيجي جاي كده جاي هنا عمال بيفضي بيفضي بيفضي، فعمل برضو سبب نحر هنا. يبقى دي النحر اهو زي سنة 92 حصل نحر هنا، بنتكلم في حوالي قرب 100 متر، والنحر ده ابتدى يقرب من الايه؟ من القريه السياحيه اللي موجوده هنا. نتيجه للميه والدشارج. عشان كده قال لك في قانون البيئه بتاعنا ان لازم عشان تعمل دشارج، لازم عشان يبقى في ماسوره بتخرج منها الميه، لازم تخش تصب في البحر لغايه 500 متر جوه. يعني ما ينفعش تروح موقف الماسوره هنا كده، لازم تدخلها جوه 500 متر لقاع معين، ولازم تحسب التمبريتشر اللي خارج منها، لان الميه اللي هتخرج دي ميه دافيه ولا ميه ساقعه؟ لا اكيد دافيه، لان هي اخذت الحراره اللي في المياه، اخذت الحراره بتاعت المحطه صح؟ فلازم احسب لها التمبريتشر عشان لما اجي اخرج الميه ما موتش السمك اللي في المنطقه دي، ويبقى في مشكله ما موتش السمك والكائنات البحريه. يبقى بعمل موديلنج علشان لازم بقانون البيئه لغايه 500 متر وبعمق معين، واحسب التمبريتشر بتاعي والسالينيتي الملوحه والمكونات الكيميائيه اللي ايه عشان ما تاثرليش على الايه الكائنات البحريه في المنطقه دي. وده موجود في قانون البيئه. انا عندي شقين، انا هنا عندي الانتيك هنا بيبقى بيأثر طبعا نحر وترسيب، زائد الاوتلت هنا او الاوت فول، احيانا بنسميه اوتلت او اوت فول، كلمه اوت يعني بيخرج، فول يعني مخرج، حاجه بتترمي. حصل هنا طبعا ايه؟ هتلاقوا هنا هتلاحظوا في الايروجن، هنا ايروجن كبير صح؟ عشان ده بعد الداون دريفت البريك ووتر على طول صح يا شباب؟ اه ابتدى الايروجن هنا يقل لسبب برضو ان خط الشط برضو ايه متعرض كده. جيت هنا عملت ووتر ديشارج، فالووتر ديشارج دي بتيجي عمال انا بخرج ميه بخرج ميه بخرج ميه، وبيجي الهواء وبيجي التيارات البحريه بتاخدها من الغرب للشرق، فراحت بتخرج الميه اللي انا بخرجها دي، الووتر ديشارج دي، وراحت التيارات البحريه الويب بتاخدها بتروح نحره ايه الداون دريفت هنا، راحت نحره لغايه ما تقريبا وصلت البيلدنج، او البيلدنج ده باظ خلاص، ده اتكشفت القواعد، القواعد بتاعت البيلدنج دي اتكشفت. الكلام ده في خلال كام سنه يا شباب؟ في خلال 5 سنين. تمام؟
تمام جميل. ادي هو شكل الصوره الجويه، ادي الووتر انتيك، وادي شكل الايروجن. هتلاقوا هنا دي هتبصوا هتلاقي هنا ايروجن. ليه هتبان ازاي ايروجن؟ انت شايف في حته يعني في اثار لان كان هنا في ارض. طيب اخر حاجه بقى مينا العريش. مينا العريش طبعا هنا ادي مينا ليها بريك ووتر مين وسكندري. سنه 82 ده كان خط الشط الدوتد. سنه 87 بقى حصل اكريشن اب دريفت، ثم بقى داون دريفت حصل ايه اروجن. عملوا ايه؟ قال لك علشان احمي الداون دريفت من الاروجن، وكان هنا في الداون دريفت ده كان في شاطئ شاطئ النخيل بالم بيتش مشهوره جدا العريش بالنخيل، فقال لك اعمل جروين. فعملوا جروين سيستم هنا علشان يحموا الكلام ده. هذا الجروين سيستم ادى الى ان الداون دريفت الجروين حصل نحر جامد واثر على شاطئ النخيل ده. وادي الصوره اهو، شايفين شايفين الصوره اللي على اليمين دي، الروس بتاعت النخله باينه، شايفين؟ اه حصل ايه بقى؟ ده ايروجن، حصل هنا ايروجن، دي كانت ارض اتاكلت ووصلت للنخل وايه وبوظت بعض النخل. نتيجه للجروينز، ادي شكل ادي الجروينز اهي، نتيجه للجروينز اللي حصلت ماشي. وادي الانتيك بريك ووتر، وادي الايروجن اللي حصل ايه داون دريفت الانتيك ايروجن. نفهم ايه بقى من الكلام ده كله؟ يبقى دي اكزامبلز ليسونز ليرن لمشاريع اوريدي اتعملت معظمها في الثمانينات والتسعينات كلها، يعني في الثمانينات والتسعينات ما درستش كويس من الناحيه البيئيه فادت لمشاكل، والمشاكل دي علشان اعالجها اضطريت اعمل منشآت تانية بملايين. اذا الدراسه البيئيه مهمة جدا قبل ما اعمل اي حاجة. الدراسة البيئية لأي منشأ ساحلي مهمة جدا ان قبل ما انفذ هذا المشروع. كده يبقى احنا خلصنا محاضراتكم المحاضرة ومستني اسئلة. في اي سؤال في المحاضرة؟ هو دكتور معلش انا بس يعني هي حاجة ليها علاقة بالامتحان، ممكن اسال؟ اتفضل. هو انا ممكن تسجيل كده، وقف كده تسجيل كده كفايه.